المساحة الإجمالية لمدينة أبا الأحرار الزراعية أحد المشاريع الزراعية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة 5500 دونم في مقاطعة 10 القرطة. المساحة التي تم استصلاحها 2800 دونم، والمساحة التي لم يتم استصلاحها هي 2700 دونم. المساحة المزروعة بالنسبة للحنطة والشعير 1000 دونم، والذي بدينا الآن نحصدها على بركة الله وبركة سيد الشهداء. وهذا الموسم الثاني للحصاد، هذا الموسم الثاني بالنسبة للمشروع، لأنه لم يتم تسويق لما قبل هذه الفترة. الحقيقة هاي المساحة مزروعة، أتوقع الغلة الإنتاجية للدونم الحنطة يصل إلى طن ويتجاوز الطن في بعض العمليات. الخدمة والجرأة السمادية عالية انطينا، مع المكافحات للمبيدات للإصابات الفطرية وصدأ الحنطة أو التفحم. العام السابق إجمالي ما سوقناه في مدينة أبا الأحرار ومدينة الإمام الحسين الزراعية 453 طن. هالسنة أتوقع أن نتجاوز هذا الرقم، وكل سنة يكون الإنتاج في تحسن. سوقنا 100 طن، أكثر من 100 طن بالنسبة لمحصول الحنطة، و50 طن لمحصول الشعير إلى مركز استلام الشعير. عملية الحصاد والتسويق مستمر، لأن الآن هو الموسم الحصاد. أنشأنا للتوسع بتنوع الأنشطة الزراعية، أنشأنا بستان مساحتها 50 دونم نفضيات باسم سيدتي ومولاتي بستان فاطمة الزهراء عليها السلام، وهي مساحتها الإجمالية 50 دونم، وللنفضيات المتنوعة العرموض أكثر من 3 أصناف صيفي وشتوي، وكذلك المشمش والتفاح الشرابي. تربية الحيوان لابد من زراعة الأعلاف الخضراء. زرعنا الجد المرحلة الأولى 50 دونم، والمرحلة الثانية 50 دونم الآن، يعني المساحة الإجمالية 100 دونم.